معكم هيثم اندلس اللي كنتو كتقولوا المرقب ديك الرقصه الغريبه اللي تلاقينا في موازين ديال سويسي معلومه. بغيت نفسر واحد التوضيح اللي هادوك اللي كيبقاو يسبوا في كومونتير وتيقولوا شي هضره اللي ما كايناش واللي تيبقاو يعايروا شي بنادم وتيعاتبوه على شي حاجه اللي هو السيل ديالو وحياه ديالو. كل واحد عنده حياه خاصه وشكان الى ان سيل، فهمتي؟ اش بغيت نقول لكم؟ شكرا لهذوك الجمهور اللي تيساندونا وتيايدونا وتيحبونا، تحيه لهم. وهذوك اللي تيسبونا حتى هما تنقولوا لهم شكرا. علاش بعدا بغيت نعرف علاش كيسبوا، علاش كيبغوا يخسروا الصوره ديال بنادم بديك الهضره الخايبه؟ علاش؟ حيت ما تيعرفوش اول حاجه ولا شنو. بغيت نقول لكم من هذا المنبر هذا، عمركم تجيو وتلوحوا شي هضره ولا شي كلام بايخ ولا اش كيتسمى، يعني بحال كتظلم بنادم وانت ما عارفوش كيفاش داير. يعني تجي تعاشرني وتهضر معايا غتعرفني كيفاش داير، راه ما كاين لا متشبه بالنساء لا كدا لا شي حاجه. الرجال باينين وهذوك باينين، فهمتي؟ غير كل واحد عنده حريه وكل واحد عنده السيل ديالو. يعني باش انت تجي تبزز عليا شي حاجه اللي انا نديرها باش تبقى لي انت على خاطرك، عمرها شكون هادي؟ علاش؟ حيت انا كيما انت غتبغي تلبس ديك الهيد ديالك اللي نامبورت كي السيل، انا حتى انا عندي السيل ديالي، يعني السيل عادي، يعني كنلبسو عادي، فهمتي؟ غير هو كاين اللي عنده مونتاليتي ديال برا وكاين اللي السيل ديالو كيبغي يلبس سامبل. انا ما كنلبس كلشي، كنلبس ميلونج يعني سامبل اي حاجه. غير هو بنادم ما خصوش يبقى يعاير. المهم هذوك اللي كيصيفطوا لي في فيسبوك وكذا والهضره يجيو عندي ويهضروا معايا ويعرفوني انا كيفاش داير، خصايم الرجال كيفاش دايرين. اما هذوك اللي تيسبوا وتيبقاو يهضروا شي حاجه اللي ما كايناش، ما عندها حتى شي معنى. حيت لا سبيتي بنادم راه اصلا الهضره كتبقى غير خبره، فهمتي؟ يعني هضره كتبقى بحال الوسخ، يعني غاده وجايه. كنبغي نقول لهم ما تبقاوش تظلموا بنادم وما تبقاوش تسبوا بنادم وكبروا بالشعب وما تبقاوش تقولوا راه تيطيحوا من المغرب. ما كاينش شي حاجه كطيح بالمغرب، حنا شعب صاعد، يعني حنا هما الشعب النامي اللي خصنا هذا المغرب هذا خصنا نزيدوه لقدام. وباش نزيدوه لقدام؟ بالقرايه. حنا عندنا مشكل البطاله، البطاله هي اللي خارجه على الشعب كامل، حتى واحد ما باغي يقرا. علاش؟ حيت الدوله ما موفراش لينا هادشي اللي باغي نقراو فيه حنايا. عاش سيدنا والله ينصر سيدنا، والتحيه لاشواق تي في. حنا تبلينا بواحد الهيت اللي هو الهيت ديال الميريكان، فهمتيني؟ انا اصلا هاد السيل ديالي ماشي دايرو غير هكاك، انا تندير موديلينغ يعني مودلز، او انتم غتشوفوا في الفيديو كيفاش تندير لي ديفيلي ولي شوتينغ. اش نقول لك اخويا؟ علاش كنلبس انا هكا؟ حيت كيعجبني انا نلبس هاد الهيت هذا، فهمتي؟ ملي كنشوف روابا اللي في نيفو بنادم في نيفو، فهمتيني؟ كنشوفوا بنادم عالي، كتبغي انت فهمتي تخلق ديك السيل في هذا المغرب. الا ما كانش هذا السيل هنا تبغي ديرو شي نتايا اللي دابا هو عقل ديال الصغار، وكتبغي دوز واحد الهيت اللي هو كيبقى حريه خاصه ديالك وكيعجبك هذا الهيت هذا. ماشي حقيقي يا خويا. علاش؟ حيت الا درتي حقيقي اخي بدل الوشام ماشي حرام، مكروه عند ربي سبحانه وتعالى. وش غنقول لك اخويا؟ علاش درتو؟ باش كدوز به واحد الوقيته شهوه. كما دابا انت تعجبك شي سبرديله خرجات غتبغي تلبسها، غتلبسها دوز من وقت كتبان لك سبرديله واحده اخرى ولا تليفون. هادشي راه ماشي حقيقيه وانا ما نديرش الفري. علاش؟ حيت ندم عليه. على ود صافي تدوز بها هاد الوشامات اللي كتشوفوا كاع شحال فيهم؟ شهر، جوج سيمانات، ثلاث شهور، شهرين، يعني كدوز بهم بحال دابا الصيف البحر كدا. وانت تاخذ واحد اش كيتسماو كتشدي ذكريات معاك، صافي هو هادشي اللي كاين. شي حاجه واحده اخرى راه ما كايناش اخي. يعني هي مرحله عمريه وغدوز. ها انت فهمتيني، راه كل واحد دوز واحد المرحله، واحد الحماق، واحد الهيت، وهادشي اللي كاين. داك النهار اخي في موازين بعدا ما كنت لا دروغي لا مخدر لا مكستازي لا محشاش لا حتى شي حاجه. داكشي طريق الله روب، وحنا ماشي نديروش داكشي وما نبليش الحمد لله. ولاد عائله ولاد الاصل اخي العزيز. شنقول لك اخي؟ علاش كنت درت شندير داك الشطحه؟ علاش؟ حيت كتسمع موسيقى صافي خصك تشطح، خصك تزها، خصك كدا، ماشي زعما تجي وتحبس راسك. علاش دابا انت تسمع موسيقى وما تقدرش تشطح؟ ما يمكنش. وهادشي اللي كاين اخي هو دوك اللي كيسبوا تيقولوا مخدرات ولا كدا ولا كيما تيقولوا حاجات ما جاتنيش نقولها، حيت ما خصنيش نقول هاد الهضره في هاد الانترفيو.
ما ديك الهضره مثلين باينين ورجال باينين اخويا فهمتي يعني ما تجيش انت وتجي تحكم على بنادم وتبقى تهضر شي هضره اللي ما كايناش وتقولها على حتى شي حاجه فهمتيني. ولكن اخي هاد السيل هذا اللي قلتي لي ديفيرون على لي زوتر زوم ولا لي زوتر بوبولاسيون كامله اش نقول لك اخويا هذا السيل اللي تجيني انا عادي يعني شنو لابس؟ كنت لابس ديك النهار توني كاطمه يعني كاطمه عاديه سبرديل عادي. ودابا شنو لابس فوق ديال كوستيم شوميز كدا على حسب الوشام قلتي للعائله ديالي اخي العائله ديالي عارفينها مرحله عمريه وكدوز واخا تيقولوا لك كدا وكدا ولكن تيقولوا هذا يد ديال دري صغار فهمتي يعني غادي و شنو نقول لك راه كل واحد كتلقى بنادم كبير ودير هذا الهيش هذا علاش؟ حيت كل واحد تتقى حريه خاصه ديالو وكل واحد عنده السيل ديالو وكل واحد ما خصش بنادم يجي يفرض عليك شي حاجه يعني انت ما خصنيش نعيش انا على بنادم كل واحد عايش حياته خاصه يعني ما يجيش بنادم يفرض عليك شي حاجه. وبالنسبه لمولاي الدار اخي عادي يعني عارفه مرحله عمريه وانا كنت دير حماق اكثر وغادي واش نقص شويه بشويه يعني اجي واحد الوقيته اللي غتكبر فيها وغتنضج وغتخدم وغتزوج وغدير وليداتك غيبقى هادشي معاوده غيبقى ضحك ونشاط وش نقول لك يعني نفهمو انت باللي ملي غتكبر غتحيد هادشي ماشي غير نكبر ما بقى له والو هادشي بغى يتحيد يعني هادشي بدا يطلع في الراس هادشي كدوز به وقيشه وكيطلع لك في راسك ماشي يتقاديه ديما حتى حاجه ما دايمه العمر كيتسالى حتى هو